على فكرة 8 يبقى لغم، طب كويس، انا مستني الالغام بتاعتك. لان هو اتكرر مرتين. ممكن هو ناخد اللي اول فات ما بوكس؟ كانش الغام؟ لا خالص، اوكي كانت اسئله عاديه. تمام. اول بوكس اتفضل. اول بوكس ده؟ اوكي حضرتك ممكن بس تفتحه وتقراه. ايه اللي ينقص اعمال هنيدي الاخيره عشان يحقق نجاحات زمان؟ هنيدي عليه، اولا هنيدي عمل نقله في الكوميديا بعد عادل امام، لازم نذكرها، في 97 مع اسماعيل رايح جاي، وهقول لك النقله دي نقدر نقدرها ازاي. عادل امام هذا العظيم كان بيجيب 7 مليون في السينما، كان اقصى رقم 7 مليون جنيه سنة 97. محمد هنيدي في اسماعيل رايح جاي جاب 15، بعد كده في صعيدي وصلنا ل 28، بس خلينا نبدأ بالإسماعيلية. فعمل نقلة، ليه النقلة دي حصلت؟ معناها إن في جمهور جديد دخل ما كانش بيروح السينمات، ودخل عشان هنيدي وهنيدي وجيله طبعا. ولكن الخطأ إيه بقى؟ إيه اللي مدي عمر لعادل إمام وقعد 40 سنة على القمة؟ إنه بيتجدد، عادل بيتجدد، ما وقفش عند، وعمل افلام سياسيه، يعني عمل كل حاجه، بيغير جلده وبيقرا الزمن وعنده ثقافه بتؤهله انه يعرف ايه القادم، وممكن يلتقط نجم جديد زي ميكي وغيره. يعني انا ذكرت ميكي بس في اسماء كتيره جدا ياخدها، ومنهم هنيدي نفسه، ياخدهم عادل عنده ويعلى بيهم، وهم كمان بيفيدوه. هنيدي متوقف عند مرحله زمنيه لا يريد ان يغادرها، لازم حد يدور على عروسة أو لسه متجوز. طب فين اللي بعده؟ عيش حياتك، لازم يعمل نقلة درامية تنعكس على أدائه، ويبقى الدنيا قدامه مفتوحة. مع الأسف اختياراته بتضيق، رغم أنه هو اللي بيملك الاختيار، بتضيق ليه؟ لأنه مش عايز يعيش الزمن، يقفز، فمتوقف. لازم يفكر في منطقة درامية أبعد. بس في مرة البريمو كان طالع حد كبير، ما كانش طالع شاب صغير. بس في النهايه بتجوز وفي مرحله عمريه، ما هيواش مثلا اب، ولا مش شايف انت حاجات، انت شايفه برضو لسه في نفس الحته دي. كل اللي عمله انه خلع الباروكه، وده ما يكفيش. يعني خلع الباروكه مش معناها نقله. حضرتك ممكن نحط الكارت ده مكانه ونلف اخر لفه. اوكي.